يعني قرار أسعد الأهلوية وأسعد صدور الجماهير. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكورة ولجنة التخطيط استقبل كابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين ومعاه الكابتن مؤمن زكريا الغالي على كل الأهلوية، وتقرر تعيين الكابتن مؤمن زكريا نائب مدير قطاع الناشئين في الأهلي. قرار يعني لحظة استقبال، يعني بص الكابتن خطيب وتقديره المؤمن. هو مؤمن لعيب كبير، اه، ويعني جاله هذا المرض النادر اللعين في عز تألقه، كان أهم مهاجم في مصر. أيوه. وكان يمتعنا. أنا بتفرج على ماتش روما ده اللي هو اتعمل في الإمارات. إيه ده؟ صحيح. إيه الإبداع ده؟ يعني الحقيقة مؤمن يعني أمتعنا كثيرا ويستحق إن هو يتواجد وعنده الدوافع واشتغل يا مؤمن، لأن دماغه صاحية. يقدر يساهم ويقدر يساعد، وخطوة مهمة جدا وذكية. الحقيقة أرقام مؤمن يعني تبين لكم قد إيه ده كان لاعب موهوب جدا ومحترم قوي. مؤمن لعب في مشواره 150 مباراة، سجل 42 هدف. في الدوري بس لعب 93 مباراة سجل 30 جول. وفي كأس مصر لعب 12 مباراة سجل 4 أهداف. في السوبر المصري لعب 3 مباريات وسجل هدف. في البطولات الأفريقية لعب 40 مباراة سجل 6 أهداف، وعربيا لعب مباراتين سجل هدف. بطولاته مع الأهلي 3 دوري، كأس مصر، و2 السوبر المصري، يعني 6 بطولات لمؤمن في مشواره مع الأهلي. يعني مشوار مش طويل. آه. لم يمهله المرض انه يستثمر تألقه مع النادي الأهلي بهذا الإبداع. تشوف ماتشات الزمالك بالذات كان بيعمل ايه. يعني الحقيقة مؤمن لعيب بنكهة خاصة جدا جدا. كل التوفيق ليك يا مؤمن، وننتظر إضافات إدارية من دماغك الحلوة. كل التوفيق لمؤمن زكريا إن شاء الله، والكابتن وليد سليمان والقطاع الناشئين.